السلام عليكم يا رجاله. كتير بيقابلنا المساحه بتكون متخزنه كتير زي ما احنا شايفين دلوقتي. ندخل على ملفات وحده التخزين الداخليه 63 جيجا من 64، يعني ما فيش مساحه، وبطاقه الذاكره 107 من 119. خدوا بالكم من الارقام دي يا رجاله وشوفوا ايه اللي هيحصل. خطوات ان شاء الله نعملها بسيطه كده. هو هندوس على الثلاث نقط اللي على الشمال فوق دول، بعد كده ندوس سله المحذوفات، هيظهر لنا الحاجات دي احنا حذفناها قبل كده بالفعل. نشوف دلوقتي، ندوس على كلمه افراغ زي ما احنا شايفين، افراغ سلة المحذوفات دي، حاجات كلها ملفات تم حذفها بالفعل. نبدأ اللي احنا نحذفها زي ما انت بتحذفها، ولكن بيفضل منها نسخة احتياطية بتكون شغلة الجهاز زي ما احنا شايفين. عايزين نحذفها ازاي، وتخلي بالك الحاجات دي ما بتكونش موجودة هنا اهو، لان في ناس بتخش على الاستوديو بالشكل دون وتبدأ انها تدوس هنا اهو سلة المحذوفات ما بيظهرش اي حاجة، تمام؟ فانت تدخل كده اهو زي ما احنا شايفين على ملفات، ملفاتي، وبعد كده تبدأ تدوس على افراغ. بعد كده سيتم حذف الملفات بشكل دائم. المطلوب المفروض اللي انت الحاجات دي حذفتها قبل كده على مستغنى عنها، فنبدأ اللي احنا نحذفها. افراغ السلة، جال الافراغ زي ما احنا شايفين كده رجالة. وهوريكم ان شاء الله برضك طريقه كده هون على السريع. وارد ان هي يكون فيها مشكله زي ما احنا شايفين الكيم ماستر دون من اكبر المساحات اللي بتكون واخده مساحه كبيره. بص نزل كام يا رجاله؟ 52 جيجا، يعني تقريبا كان 10 جيجا مشغولين. طيب انت الملفات اللي احنا حذفناها دي كانت موجوده فين قبل ما نحذفها برضك ومش واخدين بالنا؟ كانت موجوده زي ما شفنا في المعرض هنا هون عند الاستوديو، وبتبقى موجودة في المكان ده. بندخل على الملفات برضك، وبندخل على وحدة التخزين، وبندخل على اندرويد، وبعد كده هو بندوس على داتا. بيقابلك هنا ملف مش موجود دلوقتي مكتوب عليه اخره 3 دي كده، ممكن نعمل له حلقة. بعد كده هو بتيجي على كين ماستر، بنيجي على الاكسبورت اللي هو الملفات المستخرجة. بيكون في ملفات موجودة هنا مكتوب عليها TMB. TMB ده يعني الملفات اللي هي لسه انت ما عملت لهاش عمليه استخراج، يعني انت او عملت لها عمليه استخراج ودي النسخه اللي هي كانت مؤقته، فانت بتمسحها. فتتاكد الاول قبل ما تمسح ملفات TMB دي، قبل ما تمسحها تتاكد ان ما فيش ملفات عندك مؤقته على البرنامج بتاع الكين ماستر، عشان لو مسحتها هتفقد اي اعدادات او اي مونتاج انت عامله على البرنامج، وتبدا ان شاء الله الحاجات دي هتتمسح معاك. وبرضك لو عندك اوديو نهون ملفات صوتيه انت مش محتاجها، بتبدا اللي انت بتمسحها من هنا هون. واللي هو المستعرض بتاع الملفات زي ما شفنا الاستوديو دون. يا رب يكون فيديو سهل ومفيد يا رجاله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.